استاذ وصحفي. احنا الان في شاطئ بوزنيقة، واحد المبادرة مني انني حاولت ندير واحد مكتبة الشاطئ ندعمها بمجموعة ديال الكتب اللي هما من الخزانة ديالي، على امل على اننا نحولوا هذا الشاطئ الى شاطئ ادبي اللي ممكن اي مصطفى يجي ياخذ كتاب ويمشي يقرا فيه عوض فاش يبقى غير جالس، لانه ملي كيريح في البحر طيلة النهار ضروري ما يخصص واحد ساعة ولا ساعة ونص للقراءة. هنا كاين مجموعة ديال الكتب متنوعة في شاطئ بوزنيقة، كنتمنوا على ان الجهات اللي جلسنا معاهم ونسقنا معاهم على اساس انهم يقوموا بالعمل اللازم باش نبداو نديروا ندوات، حفلات توقيع ديال الكتب الى اخره. الامل كل امل على انه المصطفين حتى هما يعني يهتموا بهذا الجانب هذا ويبقاو يجيو يقراو. وداك الشيء بغينا نحاولوا نديروا واحد حتى الويفي نديروا حتى هذا باش يولوا الناس كيجيو يخدموا ثقافيا وفي نفس الوقت يترفهوا وفي نفس الوقت يعوموا ويرتاحوا مع راسهم. شكرا.